السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس حبيت أطمن عليكم وحبيت أطمنكم. الحمد لله رب العالمين، إحنا هنا بخير، والكورونا إن شاء الله إلى زوال بفضل الله سبحانه وتعالى. العالم كله بيواجه تحدي زي ما اتفقنا لفيروس الكورونا، وبيحاول يلاقي علاج وبيحاول يلاقي لقاح انه يمنع الاصابة بيه بإذن الله الى اكتشاف، وهو هيبقى فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بينا. نقطتين بس حاولت اكلمكم عليها، هو الرعب والخوف والهلع. واحنا عارفين انه الخوف والرعب جند من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب والهلع ليس له يعني داعي، ولا هذا الهاجس والوسوسة الشديدة يجب التخلص منها. هو بإذن الله هو اختبار على الصبر، واختبار على ان احنا نأخذ بالأسباب، وبإذن الله ربنا يزيل الغمة ويكشف الغمة. حتى ان انا بقى أوبساسف ان انا امسح الإزازة اللي انا بنظف بيها، وامسح ايدي اللي انا يعني اللي انا لمستها لأجزاء في حاجات مطلوبة، وغسل الأيادي بالماء والصابون، لكن الوسوسة الشديدة والرعب الشديد ليس له أي داعي. وده هيخلينا نتطرق إلى نقطة مهمة جدا. أنا بصراحة يعني أصابتني بالهلع والفزع والخوف اللي أنا بطالب إن احنا ما يبقاش عندنا، بس من سقوط الأخلاقيات والتداعيات اللي حصلت بسبب فيروس الكورونا، خاصة في مجتمعاتنا اللي هي المفروض تبقى مثل يحتذى به في الشهامة والرجولة والمروءة والتعاون. الأحداث اللي احنا سمعناها من انه طبعا بحكم الطاقم الطبي اللي بيراعي المرضى عموما عرضة جدا للإصابة بهذا المرض، خاصة لو لم يتوخوا الحذر. عشان كده بننصح ان احنا نتوخى الحذر. لكن عندما يصاب الطبيب اللي هو أو الممرضة أو أي جهاز من الأجهزة اللي بتعاون المريض، عندما يصابوا بالمرض وإن احنا نتخلى عنهم وإن احنا نبتدي نطردهم من بيوتهم وإن احنا نعاملهم هذه المعاملة زي ما سمعنا إنه السيدة الفاضلة الطبيبة اللي كانت بتعالج المرضى بتاعتها، ولمجرد ان هي بتعالج مرضى الكورونا اصحاب العقار او اللي هم اصحاب العمارة او الناس اللي ساكنين معاها طلبوا بطردها. ومش ممكن، يعني حاجة لا تصدق. او هذا الطبيب اللي كان بيعالج اهل القرية وعندما اصابوا المرض او كان حامل للمرض واصاب والده وانتقلت العدوى لوالده، وبعدين والده توفى، انه اهل القرية رفضوا دفن هذا الميت وطاردوا هذا الطبيب. وحاجة لا تصدق، يعني بصراحة يعني الواحد يصعب عليه انه مثلا تخيل جندي بيدافع عن الوطن ومخافش عندما واجه الموت وطلع برا عشان يحارب، ويقابل بهذا الجحود من اهله ومن ناسه اللي هو دافع عنهم وحماهم. نفس القصة الطبيب والممرضة اللي خرجت لعملها ولم يتقاعسوا وخرجوا علشان يدافعوا عن الناس ويحموهم ويطببوهم ويعالجوهم، وعندما يصابوا يقابلوا بهذا الإجحاف أو هذا الجحود. حاجة صعبة جدا. يعني نحتاج كشعوب مفروض عندها مرجعيتها من الدين أو المرجعية الدينية، سواء دين إسلامي أو دين مسيحي أو أي ديانة الواحد بيؤمن بيها، كلها بتدعو إلى التعاون والتكافل والتراحم ومكارم الأخلاق. لا يتصور أبداً فإنه إن إحنا كشعوب فقدنا كل ده. يعني الواحد مش قادر يصدق. صح، هو زمن الفتنة وزمن التمحيص، وإنه بتبان فيه المعادن بتاعت الناس وبتبان فيه النفوس، لكن إن الواحد يتصور إنه هذه الشخصيات موجودة في مجتمعاتنا، إن هي تطرد طبيب أو تطارد ممرضة أو تطارد جهة أو
أعضاء فريق طبي علشان هم أصيبوا بالمرض ده، وتحاول إن هي تعزلهم عن المجتمع، وتحاول إن هي تعاملهم معاملة الدخلاء أو الخونة أو حاجة صعبة جدا تخيلها. يعني أنا مش متخيل نفسي مرة إنه الحمد لله لن نتقاعس ولن يعني يردعنا خوف من مرض ان انا معلكش مريض، بس مش متصور ان انا لو انا اصبت انه محدش يوقف مثلا على غسلي، او انه لو انا توفيت انه اهلي ما يودعونيش، او انه انا لا يسمح لي ان انا ارجع للبيت بتاعي، او انه الناس اللي انا كنت خرجت عشان بنية خالصة وصادقة لوجه الله اني اساعدهم انهم يتخلوا عني لما اكون انا محتاجهم. يعني نسأل الله السلامة والعافية، والواحد معرفش زمن، يعني فعلا الواحد لا يلوم الزمن، لكن الواحد وما لزمانين عيب سوانا. لابد من المراجعة، لابد من ان احنا كافراد ومجتمعات نعيد حساباتنا تاني زي ما اتفقنا، فتنة ومحنة بنختبر فيها أو نختبر فيها بالصبر، ونختبر بيها بإظهار معادننا وبالرجوع إلى القيم ومكارم الأخلاق اللي بتحس عليها أدياننا. ولو ما خرجناش بهذه الدروس والموعظة في هذه المحنة وهذا الاختبار، يبقى احنا كلها عملية تضيع وقت. يعني نسأل الله ان هو فعلا يعني يرشدنا الى الحق، وانه نرجع تاني لمحاسن الاخلاق ومكارمها، والتعاون على البر والتقوى، وان احنا يعني نعيد حساباتنا مرة واثنين وثلاثة واربعة. الكورونا زي ما اتفقنا بإذن الله الى زوال. ظهرت ابحاث جديدة بس عشان نقول لكم عليها، انه ان تصورنا انه الفيروس نفسه ده بيحتل الخلايا وبيؤدي الى نمونيا او يؤدي الى فشل في الرئة بحد ذاته، ابتدت ابحاث تغير هذا الفكر، وقالت انه هو لا، ده بيأثر على الهيموجلوبين، على مادة الهيموجلوبين اللي هي موجودة في الدم، اللي هي خاصة بحمل الاكسجين. زي ما يكون عندك عربية نقل، العربية النقل هي دي اسمها الهيموجلوبين، اللي هي عربية النقل دي بتوصل لحد الرئة، تحمل الأكسجين من الرئة وتمشي بعد كده في الدم، اللي هي المسارات أو نقول الأوعية الدموية، هي الشوارع. العربية النقل دي بتمشي في الشوارع وكل شوية تودي أكسجين للخلايا المختلفة، خلايا القلب، خلايا الرئة نفسها، خلايا الكبد والكلى ومختلف الخلايا. هذه مادة الهيموجلوبين بتوزع الأكسجين على جميع أنواع الخلايا اللي في الجسم. لقوا ان الكورونا فيروس ده بيأثر على مادة الهيم، بيجي يؤثر فيها بطريقة ما ويدمرها، فقدرتها على تحمل او ان يحمل الاكسجين تبقى غير موجودة. يبقى انت كأنك عندك عربية نقل ماشية في الشارع بس فاضية، ما بدنا مش شايله حاجة، هتيجي الخلايا تبقى عايزة اكسجين، هو عربيتنا الفاضي ما فيش اي حاجة، فده بيسبب نوع من خلل في امداد الاكسجين الى الجسم. علاجها ايه لحد دلوقتي في ايدي لا، لكن فعلا مادة الكلوروكوين او الهيدروكسي كلوروكوين دي لقوا انه هي فيها النتائج فعالة بإذن الله تعالى، ففي حاجات مطمئنة وان شاء الله هي الى زوال، لكن لابد أن نخطط إلى ما بعد الزوال، إلى ما بعد هذه المحنة. كيف نراجع أخلاقنا؟ كيف نصلح اللي حصل بيننا ده؟ إزاي إحنا هذه الأخلاقيات اللي تدنت إلى منحنيات غير مسبوقة زي ما قلنا، فهي بتيجي بالأحداث اللي إحنا ذكرناها، من طرد طبيبة أو طرد طبيب أو عزل ناس أو لا يصح. بطمنون عليكم، وإن شاء الله يعني نتابع مع بعض الأخبار، وربنا يصلح الأحوال ويكشف الغمة بإذن الله ويرفع البلاء. جمعتكم إن شاء الله بخير وطيبة ومباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.